متابعي قناة ألف سبور، السلام عليكم. اليوم حنا سعداء باش نستضيفوا واحد الضيف ديالنا، سي نور الدين الترابي، اللي تم مؤخرا انتخاب ديالو رئيس ديال الكونفدرالية الأفريقية لرياضة تركسودو، وبذلك كيعزز الموقع ديال المغرب في الهرم الرياضي الافريقي. كنعرفوا بان واحد العدد ديال المغاربه اللي كيترأسوا الاتحادات الافريقيه بحال الدكتور مستحسن في الملاكمه، في رياضه الكره الطائره، بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي لهذه الرياضه. سي نور الدين، مرحبا بك. شكرا سي شروق. اولا رمضان كريم لجميع المشاهدين واسره تركسودو على الصعيد الوطني والافريقي. فيما يخص المساله ديال يعني الاستعداد ولا الاستعدادات اللي مرت منها الانتخابات الانتخاب ديال رئيس الكونفدراليه الافريقيه لتركسودو، هي مسألة بكل صدق. انتم كتعرفوا بأن تركسودو يعني دخل القارة الأمريكية في الستينات، وتقريبا دابا واحد 40 عام باش تأسس البانام أمريكان، وكاين الاتحاد الأوروبي لتركسودو تقريبا أكثر من 30 سنة، والاتحاد الآسيوي اللي عنده شي كذلك شي 45 سنة باش تأسس، والاتحاد الأسترالي. القارة الإفريقية ما كانتش بصراحة ما كانتش محظوظة باش تكون عندها حتى هي كونفدرالية أو لا اتحاد. إذا أنتم تم انتخاب ديالكم في جمع عام تأسيسي. نعم. في الدار البيضاء. نعم. تم الانتخاب ديالي شخصيا رئيس الكونفدرالية الإفريقية لتركسودو بالإجماع بمدينة الدار البيضاء، واللي صوتوا عليا جميع رؤساء الجامعات الإفريقية. هل الجامعة كانت حاضرة؟ كانوا حاضرين معنا سبعة ديال الجامعات، والممثل ديال الجامعة الملكية المغربية الأيكيدو ليدو فنون الحرب، والاتحاد الدولي للتركسودو. وكان عندي واحد السؤال، انتم تم انتخاب ديالكم رئيس ديال الكونفدرالية الأفريقية، وكيف في نفس الوقت انتم ماشي رئيس جامعة، ما عندناش جامعة في المغرب ديال رياضة التركسودو، انت اللي كنعرفوا هو انت رئيس اللجنة الوطنية ديال التركسودو. صحيح. صحيح، غير كيحصل لي الشرف، لان انا من الطبع ديالي كنبغي شي حاجه نغرسها بيدي، ماشي تجيب لي شي حاجه جاهزه ونركب عليها. يعني تركسودو هو واحد النبته، هي قديمه وقديمه جدا، من اقدم الرياضات الكوريه، ولكن ما دخلت المغرب حتى 2015. وانت اللي دخلتها. صحيح، انت كتعرف بانني مهاجر بالديار الكنديه، ودخلت رياضه تركسودو المغرب، ولكن ماشي جاي قبل ما ندخل المغرب، يعني كنت متراسي لوبجيكتيف، اشنو اللي خصني ندير في المغرب، واشنو اللي خصني ندير في افريقيا. انا المساله ماشي جات غير تسطحت معاها، ولا كاين برنامج. لا، المسائل كاين برنامج. غادي نرجعوا ليه. وي، كاين برنامج. جيت اول حاجه اهتميت بها اولا هو خصنا ننشروا رياضه تركسودو بالمغرب. فعلا تركسودو بالمغرب انتشر بشكل كبير، وتاسست له عصاب، ودرنا بطولات جهويه وطنيه، الكاس العرش الثالثه اللي دازت، الرابعه جات هاد الجائحه ديال كورونا، جميع الانشطه الرياضيه توفقات. الور طرحت المساله ديال شاركنا في بطوله العالم عن بعد، وتكلاس المغرب، يعني تكلاسينا حنا الاولين. المغرب يعني بطل العالم في التركسودو، عندنا ثلاثه ديال الميداليات الذهبيات، وثلاثه فضيات، وثلاثه نحاسيات، وهذه يعني زاد شجعتني اكثر، وجات عطات واحد الدفعه للتركسودو المغربي والافريقي. الور بعد ما لعبنا هذوك اربعه ديال البطولات او الدوريات الدوليه، دزنا لبطوله العالم. التركسودو المغربي اصبح معروف على الصعيد العالمي، اصبح معروف، يعني لان كما قلت اولا كاين الدوله اللي داخل ليها تقريبا 60 عام، ولكن دابا التركسودو المغربي هو بطل العالم. كما كنقولوا حنا تحلوا العينين. الور وليت كنفكر في افريقيا، لان افريقيا كتهمني، حتى انا جزء لا يتجزا من افريقيا. بدات اتصالات، لان بدات اتصالات مع دوله الجزائر، مع الكوت ديفوار، مع دوله مالي، مع موريتانيا، مع الكونغو، مع الكاميرون، مع الموزمبيق ودول اخرى. بدات مشاورات. انا تقريبا في 2017
جاتني تزكيه من الاتحاد الدولي اعتماد دولي باش عطوني لو بوفوار باش ناسس الاتحاد الافريقي. اما هذا الاسم ديال الكونفدراليه الافريقيه اللي طونشلو، هذه المشاورات اللي قمت بها مع المديريه ديال وزاره الشباب والرياضه والتدخلات، هما اللي قالوا لي من الاحسن تاسس كونفدراليه، لان عندنا اتحاد الكونفدراليات الافريقيه للرياضه اللي كاين المقر ديالها في دوله الكاميرون. نعم. ومزيان لينا حنا على درنا كونفدراليه باش حتى حنا نخرطوا مع الاتحاد الكونفدراليات اللي كاين المقر ديالو في الكاميرون. وخاص نوردي بس تفضل. بغيت نسولك، انت دابا تم انتخاب ديالك رئيس ديال الكونفدراليه الافريقيه، شنو هما الاولويات اللي عندك؟ ضروري جيتي ببرنامج. صحيح، اولا كوم جو بو دير ان فرونسي جو في انيفيي لو طونشودو او نيفو افريكان، يعني بغيت توحد وي الرياضه على مستوى افريقيا. بزاف ديال المسائل خصنا نقادوها، وخص افريقيا انا كاينه قدرات، وقلتها حتى في الجمل العام وهما عارفينها، حتى في الاتحاد الدولي للطونشودو عارفين بان هاد المساله عندي في دماغي وفي الوجدان ديالي، خاص افريقيا تكون هي الاولى. دابا المغرب هو الاول في الطونشودو في العالم، دونك خاص افريقيا حتى هي تصبح تنافس القارات الاخرين، علاش لا؟ وبكل صدق نكون معك واضح، حنا المغاربه يعني تربيتنا هي هكا، لان ملي كتشوف صاحب الجلاله الملك محمد السادس يعني منكب على افريقيا وخدام في افريقيا، كان حتى انا كتجيني شي حاجه في الدماغ ديالي خصني باش نكون هكا، باش نكون واحد المواطن مغربي خصني نساهم في هذه القضيه الوطنيه ديالنا. لان كما تعرف الاستاذ شروق الاعضاء اللي معايا من المغرب لقيت عندهم هذا الحس، ما كاينش اللي ما عندوش هذه الفكره اللي غادي نقول لك. كل شيء بان في القانون الاساسي ديال الكونفدراليه الافريقيه للطونكسودو كاين واحد البند ديال اي دوله بغات تنخرط معنا خصها تكون عضو في الامم المتحده، ما يمكنش يعني مقصوده. نقول لك مقصوده وهي لا رياليتي، تقصد ولا ما تقصدش هي لا رياليتي. ثانيا خصني نشوف عندنا، خصني كنشوف بلادي فين غادا، كنشوف ملكنا فين غادي، كنشوف وزاره الخارجيه ديالنا فين غادا. حنا ما يمكنش غنخدموا الرياضه وحنا في غينا على المصلحه الكبرى ديال بلادنا. غادي نرجع معاك للمغرب، رياضه تنقصدوا، بغيتك تكلمينا يعني باختصار على الحضور ديال هذه الرياضه هذه في المغرب، شحال عندكم تاع العصاب، شحال تاع المنخرطين؟ دابا عندنا سته ديال العصاب قانونيا، والعصبه السابعه اللي غادا تكون هي عصبه العيون بالصحراء، حنا كنحضروا باش يتاسس المكتب ديالها. تقريبا وصلنا واحد العدد اللي يستهان به من الجمعيات، كنقول لك القانونيات، يعني الجمعيات القانونيات خصها تكون يعني مطبقه القانون 30/09، يعني عندنا حوالي واحد 60 جمعيه قانونيه. وحتى المنخرطين الممارسين؟ والمنخرطين الممارسين ما نقدرش نضبط لك الممارسين، لان كتعرف كما قلتي لي المره الاولى انتم باقا نعير اللجنه تحت، يعني كنخدموا تحت جامعه والى اخره. هذه مساله كتطلب واحد الهيكله اكثر باش نضبطوا لي ليسونس اللي عندنا. ونتمنوا لكم التوفيق. الا باقا عندك شي حاجه ما تقول قبل ما ننهي هذا اللقاء؟ ما عندنا والو، كما قلت لك غير حنا شي رساله لشي جهه. الرساله ديالنا هو ان حنا خلينا بزاف ديال الحجات، نكونوا واضحين، انت كتعرف بانني انا ولادي ما كاينينش في المغرب، ولادي كاينين في كندا، يعني كاين الدار في كندا والدار في بريطانيا، وانا كنفضل ديما كنقول لك القضيه، كنفضل نخدم بلادي قبل ما نخدم اي بلاد. انا جيت باش نخدم، دونك خاص تعطى الفرصه باش نخدم، لاني باغي نخدم بلادي. يعني انت كتبغي الرياضه وكنبغي بلادي اكثر من رياضتي. من هذا اللقاء نبغي نقول بانك انت راك بطل كبير في هذه الرياضه، يعني ماشي انت ممارس، عندك الدرجه السابعه واللي اعلى درجه في المغرب اللي تنعرف انا، يعني انت في الطونكسودو كمؤسس. كمؤسس بلا ما نذكرك على رياضات اخرين، وما باغيش نجبد الاسماء ديالهم والاعتمادات اللي كانت عندي فيهم، لكن راه خريج المعهد العالي للمدربين بموريال بكندا، وتما درت سيرتيفيكا ديال ميلتي سبور،
وتما درت يعني التسير ديال التسير الرياضي، لان ماشي ساهل باش توصل رياضه التونكسودو الى ما هي عليه اليوم. راه ماشي ساهله، راه بزاف ديال الاخوان كل واحد كيطرى عليا رئيس عصبه كيقول لي لا خصك دير هكا، ولا يجي واحد اخر رئيس مؤسس حاله خاصه، مازال كنقولها وكناكدها، رئيس مؤسس هو ديك الام الحنونه. رئيس مؤسس ما خصو يخسر حتى لشي واحد، رئيس مؤسس باغي خصو يغرس هاد الشجره ويسهر عليها حتى تكبر، وملي كتكبر ما يتسناش الثمار، وما باغينش الثمار، حنا غير تغرس مزيان وتنوض مزيان. وحنا ما غن ايوا سي نور الدين، اذا نتمنى لك التوفيق في المسيره هذيك، سواء داخل المغرب، سواء على المستوى الافريقي، سواء داخل الاتحاد الدولي، وهذا الشيء كيشرف المغرب. اذا عندي واحد بالمناسبه كنشكر الناس اللي ساعدوني، حيت هذه الخدمه ديال 5 سنين ما كانت سهله، لا من ربة البيت ولا من الاولاد ديالي، المحيط ديالي، رؤساء الجمعيات، الجميع رؤساء العصب، الاصدقاء منهم من ثاني ترى انت كتناضل من اجل التونكسودو، وبزاف ديال الناس اللي حسوا بان التونكسودو قضيه خصنا نتعاونوا فيها. اذا متابعي قناه الفاسبور نتمنوا باش نتلاقاو معكم في موعد لاحق، والسلام عليكم.